سترتفع أسعار الإيجارات مع تطوير هذه المدينة، وهذا سيء بالنسبة لنا لأنهم سيجبروننا أن ندفع أكثر. يجب أن ينص قانون في هذه المدينة يختص بأسعار الإيجارات، لأن هناك أسعار ممكنة وأسعار غير عادلة. نريد أمنا، لا أقول إن الحي يفتقد للأمن بالكامل، لكن نريد المزيد من الأمن، لأنه تمت سرقتي مجددا في 30 من حزيران يونيو، أخذوا كل شيء.